قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت عرضاً مهماً لروسيا بشأن سجينين أمريكيين لديها، وأنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال بلينكن إن المحادثة الهاتفية المرتقبة في الأيام القادمة مع لافروف لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا، بل ستكون مخصصة للسجناء الأمريكيين في روسيا وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.